بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نفتتح وقائع المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية حول الحدث التكريمي الذي سوف ينتظم الجمعة القادمة بعون الله تعالى من خلال تكريم عدد من الشخصيات والقامات الليبية ذات العطاء المتميز عبر مسيرتها. نرحب بكم في رحاب هذه الجامعة الرائدة باسم السيد رئيس الجامعة وباسم السادة أعضاء اللجنة العليا لهذا الحدث التكريمي، ونشكركم على حضوركم ومشاركتكم وحرصكم على متابعة هذا المؤتمر الصحفي الذي ينطلق دائماً من حرص الجامعة الدولية على توثيق علاقاتها مع وسائل الإعلام ومع الصحافة، إيماناً منها بدور هذه الوسائل المهم جداً في التعريف بدور هذه الجامعة وبرؤيتها ورسالتها وأهدافها وطموحاتها. نحن لا نريد فقط أن تكونوا متابعين وراصدين، وهذا أمر مهم، ولكن ما نطمح إليه هو أن تكونوا شركاء لنا في عملنا، في أهدافنا، في طموحاتنا. اسمحوا لي أن أقدم السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سعد لإلقاء كلمة في هذا المؤتمر، فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً شكراً جزيلاً على حضوركم وتغطيتكم لهذا الحدث الذي يعني نتمنى له التوفيق والنجاح. هذا الحدث هو تكريم للقيم، ولربما هذه السانحة ستسلط الضوء على مجموعة هي عينة من أولئك الشخصيات التي ناضلت والتي ثابرت والتي أبدعت والتي بادرت في سبيل هذا الوطن. نحن مقدمين على هذا الحدث اعتماداً على الخطة الاستراتيجية التي من ضمن أهدافها للجامعة، من ضمن أهدافها أن يكون هناك استعادة للقيم وأن يكون احتفاء بالقيم. ونقول بأن للمؤسسات التعليمية والجامعات بشكل خاص دور مهم في المجتمع. جزء منها في هذه يعني السانحة لابد أن نذكر دور التنشئة القيمية للطلاب وللأجيال التي تجلس على مقاعد الدراسة في الوقت الحالي. هذه الوظيفة والتنشئة القيمية في دراسات كثيرة بيّنت بأنها أهم مرحلة في التنشئة القيمية. تبدأ هذه التنشئة من البيت إلى المدرسة إلى المسجد إلى البيئة من حولها، ولكنها تنضج في المرحلة الجامعية، تلك المرحلة الحساسة التي يكون فيها الطلاب متقبلين للأفكار. ولزاما علينا بأن يكون هناك في هذه المرحلة لطلابنا، ونتمنى لكل الجامعات الأخرى أن تحذو حظنا، أن يكون هناك اهتمام بتلك الشخصيات التي أبدعت وناضلت وقامت بجهد كبير في سبيل الوطن. كل شخصية من هذه الشخصيات تمثل قيمة، سواء كان في العطاء أو في العمل التطوعي أو في الإبداع أو في فهذه النخبة المختارة، وربما هناك أعداد أخرى كثيرة كبيرة ولكن سيكون في المستقبل إن شاء الله احتفاء بها. هذه النخبة متكونة من شخصيات في الجانب الأكاديمي والجانب المهني والجانب الفني، وأيضا في العطاء وفي النضال في الجهاد في كثير من المناحي التي نستنبط منها ومن سيرتها الكثير من العبر. نريد للأجيال الحالية أن تستنبط هذه العبرة وأن تتعرف على هذه الشخصيات لكي يكون هناك فعلاً تواصل لأجيالنا ويكون هناك اهتمام بهذه القيم العظيمة.
هذا الوطن بما يعني في سيرته من تضحيات ومن أعمال جمة كثيرة يليق به بعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه الأعمال أن يعيش في ازدهار واستقرار وأن يكون هناك بالفعل يعني مستقبل أفضل للأجيال القادمة. هذا هو دورنا، وعلى هذا الأساس الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية أقامت هذا الحدث. نحن نشكر اللجنة التحضيرية برئاسة الأستاذ الدكتور علي سعيد البرغثي وكل زملائي الآخرين اللي خلال الأشهر الماضية عملوا على تجميع كل البيانات والمعلومات. هناك شخصيات التي ربما سمع بها البعض، ولكن هناك شخصيات أخرى قامت بأعمال جليلة لم ينتبه لها أحد ولم يدرك حجم وأهمية هذا العمل، وبالتالي نعتقد بأن سمة الوفاء لما قاموا به من دور وأيضا إبراز هذه القيم هو دور أساسي. أتمنى التوفيق وندعو أسر هؤلاء المكرمين لحضور هذه الاحتفائية، وبإذن الله سيكون هناك تسمية لقاعات الجامعة بأسمائهم لكي يتعرف عليهم طلابنا، وبالتأكيد يعني من خلال الإعلام ودوركم المهم بالتأكيد سيكون هناك إطلاع لعامة الشعب ولكل الناس على هذه الأعمال الجليلة. وأتمنى أن تحذو باقي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وحتى الخدمية الأخرى بأن تكرم الرعيل الأول وأولئك الأباء المؤسسين، وتكرم كل من ناضل وجاهد وقدم لهذا الوطن الكثير. نحن في أمس الحاجة لأخذ هذه العبر، وفي الوقت الذي يعاني فيه وطننا من أزمات كثيرة نحن على مفترق طرق نريد أن نبني مستقبلا أفضل. مرة أخرى أشكر لكم حضوركم وأحييكم وأتمنى التوفيق للجميع. شكرا جزيلا. شكرا للسيد رئيس الجامعة على هذه الكلمة الجامعة المانعة، هذه الكلمة القيمة، ولإلقاء مزيد من الضوء حول هذا الحدث التكريمي وحول الشخصيات المحتفى بها وحول المعايير التي كانت في الاعتبار حين اختيار هذه الشخصيات في الدورة الأولى للتكريم. نعطي الكلمة للدكتور فرج نجم، الباحث الأكاديمي والتاريخي والمثقف المعروف وعضو اللجنة العليا لهذا الحدث، فليتفضل. شكرا جزيلا، حمدا وصلاة وسلاما وبعد. الحقيقة هذا المشروع مشروع رائج ومتميز من حيث أن نحن نحيي فضيلة الوفاء وإعلاء القيم والأشياء النبيلة التي قام بها البعض، لكن أيضا هذا يرفض ويصب في مشروع خلق رموز للوطن وأيضا خلق أو صناعة ما يسمى بالعقيدة الوطنية، لأن نحن كليبيين نحتاج أو نفتقر إلى هكذا تذكير بشخصيات عظيمة كالشخصيات الوطنية التي كانت رائدة بكل ما تعنيه الكلمة. إذا ما نظرنا إلى دول الجوار سنجد هذا ديدنهم، يتحدثون عن شخصيات رائعة جدا، يعني أخواننا المصريين على سبيل المثال يتحدثون على الفراعنة، وحتى يومنا هذا جمال عبد الناصر، السادات، أم كلثوم، عبد الرازق السنهوري وهكذا. نحن يبدو لي على استحياء لم نرفض الغبار على الرموز الوطنية، وبالتالي جاء هذا المشروع للتذكير الليبيين بأن احنا لدينا شخصيات لا تقل علوا وقيمة وإنتاجا ومساهمة كما هما في دول الجوار، وبالتالي بدأنا نسلط الضوء
على هذه الشخصيات. وأردنا تذكير الليبيين ليس فقط لدينا تاريخ مجيد من سبتيموس سيفروز إلى ماركوس إلى أخيرا عمر المختار، ولكن أيضا لدينا شخصيات عايشنا بعضها كان لها الأثر الكبير جدا في تنشئة أو نشأة الدولة الليبية ومأسسة هذا الوطن. اخترنا بعناية من هذا الركام من الشخصيات الرائعة كفوج أول، اخترنا منهم 25 شخصية. على سبيل المثال السيد المجاهد أحمد الشريف، هذا الرمز الوطني القومي الإسلامي لتسمى عليه القاعة الرئيسة. أيضا من الشخصيات النافذة كان الدكتور علي نور الدين العنيزي الذي أتى بالاستقلال للليبيين ووحد أجهادهم، وثمر ذلك في استقلال ليبيا كأول دولة تستقل في المغرب الكبير. كان من لنصيب النساء جزء لا بأس به، منهن الطبيبات كالدكتورة ألفة قويدر رحمة الله عليها التي تخرجت في سنة 57، الدكتورة وداد السجزلي أول صيدلانية ليبية، الدكتورة الشهيدة فاطمة بوقعقيس، وهكذا. فنحن أردنا تذكير الليبيين بأن لدينا رموز في جميع مسارات الحياة، من حميدة العنيزي في التعليم إلى خديجة الجهمي في الإعلام إلى شخصيات أخرى كمادي في العمل الوطني والنضالي إلى الأستاذ محمد سعود مؤسس جمعية الكفيف في ليبيا إلى دكاترة في شتى التخصصات إلى الفنان الذي أطرب الليبيين كلهم صالح الأبيض رحمه الله، حتى هو له تأثير كبير جدا على الهوية الوطنية، وأيضا الرجل الذي رسم البسمة على كل الليبيين. هذه الشخصيات كلها يعني كان لها دور كبير جدا ليس فقط على ليبيا بل حتى تعدى حدود القطر الليبي. يعني مثلا الأستاذ المستشار الأديب كامل المقهور هو من أول من أدخل اللغة العربية في الأمم المتحدة وجعلها لغة رسمية بجانب اللغات الخمس المعروفة. فبالتالي يعني نتحدث على شخصيات كبرى كان لها تأثير في جميع المجالات، وهذا يذكر الليبيين بأن هؤلاء الناس اشتغلوا في ظروف أصعب من الظروف التي نعيشها الآن، واستطاعوا أن يصنعوا لنا مجدا تليدا نفتخر به الآن. فلماذا لا نأخذ نحن الشعلة منهم ونستمر بها للأجيال القادمة حتى نصنع مستقبلا أفضل للليبيين؟ وشكرا. شكرا دكتور فراج على هذه الكلمة المهمة. وكما لاحظنا فإن هذه الأسماء وهذه الشخصيات التي ذكرها الدكتور نجم عددها 25 شخصية سوف ترصع بها قاعات ومقرات هذه الجامعة لكي يطالعها طلابنا في كل يوم وفي كل صباح، ولتكون هذه الشخصيات بسيرها الذاتية وبأعمالها الجليلة قدوة حسنة لهؤلاء الناشئة ولهؤلاء الطلاب، ولتكون هذه السير الذاتية منارات دائمة تشع في كل يوم. شكرا مرة أخرى دكتور فرج، ونعطي الكلمة للأستاذة نجيبة ستيتا مدير إدارة الاتصال ومنسق عام الحدث التكريمي الذي سينطلق الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله الأفاضل الإعلاميين من وكالات والقنوات التي حضرت، نعتز بمشاركاتكم لنا في هذا الحدث. هذا الحدث كما ذكروا الأفاضل هو حدث متميز بالنسبة ويميز الجامعة الدولية. فيما ذكر الأفاضل إحنا نذهب إلى المسار من وجه تكريمي لهؤلاء الذين قدموا للمجتمع مبادراتهم وسبقهم في برامج وفي تقدم ما زال أثره حتى هذا اليوم، وسيظل الوجه الآخر بنائي في شخصية الطالب في الجامعة الدولية. اليوم النموذج الذي يطغى على الساحات عند تفكير الأبناء هي النماذج
التي نروها ما تسمى بلوجرز وما تسمى ذهبوا بهم مذهب بعيد جدا عن الأهداف التي نسعى إليه. نحن نريد بناء طالب بناء متكامل تعليمي وبناء تأسيس شخصية الطالب. الهدي من هذا البرنامج هو جزء منا كبير لما سبقه فيه الأفاضل الرواد. الجامعة الدولية في برنامجها وتنسيق هذا العمل أخذ فترة طويلة من الأشهر حقيقي في إعداد هذا البرنامج، لأن البحث في سير من سيكون في السبق هو العمل. أريد أن أوضح أنه سيذهب في سلسلة، ليست فقط هذه الاحتفالية وتنتهي. الجامعة الدولية انتهجت نهج أن يكون بإذن الله تعالى هذه النسخة الأولى، ثم تتبعها نسخ أخرى وعلى التوالي، لأننا عندما بدأنا في البحث عن من سيكون مكرمين وفق المعايير التي وضعناها، وجدنا أن العدد كبير 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 جدا، وهذا مبشر فعلا بالخير في مختلف. على فكرة التكريم لم يكن فقط للأكاديميين والمتخصصين، ولكن طال كل من قدم في مبادرته للنهوض بهذا المجتمع، والذين أغلبهم لم يكرموا سابقا. فالتنسيق بدأ في تجميع قاعدة بيانات لهؤلاء، وهذه قاعدة البيانات لا تخص فقط الجامعة الدولية، يعني بالإمكان لمن يستفيد أو يريد أن يستفيد منها سيجد هذه القاعدة قاعدة البيانات أمامه متاحة بإذن الله تعالى عندما يتم الاستكمال. وهذه القاعدة مفتوحة، هذه البيانات مفتوحة، لا تنتهي عند وقت معين، ولكنها لا زالت تستقبل من يستحق التكريم ومن سيدخلون جدد لهذا. وفي هنا يكون في التشجيع للشباب لأن يكونوا في المستقبل بإذن الله من الساعين لأن يكونوا مكرمين، ليس فقط ساعين للتكريم ولكن بما يقدمونه ويستحقونه بعد ذلك. هذه قاعدة البيانات تمت، ولأن العدد كبير جدا تم الوقوف عند 25 مكرم على أن يكون الباب مفتوح للتكريمات القادمة. هؤلاء المكرمين ستطلق أسماءهم على قاعات الجامعة الدولية المختلفة، سواء التعليمية أو المناشط، وكل هذه القاعات سيكون أمام كل قاعة مرخص لسيرة المكرم وصورة المكرم بتاريخه ببيانات كاملة، حتى تكون أمام الجيل الاطلاع والمعرفة اليومية. مجرد ما يذكر قاعة فلان هذا في حد ذاته تذكير، هذا في حد ذاته معرفة جديدة، من هو هذا الشخص المكرم؟ أريد أن أكون مثل هذا الشخص. وفي القاعات الأخرى، يعني مش بس قاعة واحدة ولكن عديد القاعات والطلبة يتنقلون بينها، هذا وينقل هذا الأمر لأخوتهم لأسرهم، هذا هو الهدف الرئيسي بإذن الله تعالى. من هنا نحاول أن نحقق الهدف. الأمر الآخر بعد جمع المعلومات تم الاختيار، ثم بدأنا في وضع نهج خطوات للاحتفالية. الاحتفالية ستكون بحضور أسر هؤلاء المكرمين إن شاء الله، وسيكون تنطلق يوم إن شاء الله الاحتفالية يوم الجمعة القادم 20/10. هذه الاحتفالية ستكون لمدة ساعات، ستضم هذه الاحتفالية كلمة الجامعة وكلمة المكرمين، ثم برنامج تكريمي لكل فرد وتعريف به من خلال بانوراما تضم كل ما قدمه هؤلاء المكرمين بإذن الله تعالى، ومن ثم وتعريف خريطة تعريفية للقاعات التي سيطلق عليها أسماء هؤلاء المكرمين، واحتفال للتكريم بإذن الله تعالى، وبإذن الله نختم الاحتفالية في فقرات داخلية. نشكر كل الأخوة اللي شاركتونا، وندعو المكرمين بالحضور أهلهم 4 عن كل مكرم بإذن الله تعالى يوم الجمعة. سنوفيهم بعض منهم وفيناهم بالدعوات، سنوفي الآخرين أيضا بالدعوات تصلهم. ولكم جزيل الشكر. شكرا جزيلا أستاذ نجيب على هذه الكلمة التوضيحية المهمة. والآن نعطي الكلمة لمكتب خدمة المجتمع والبيئة،
هذا المكتب أو هذه الوكالة هي صاحبة هذا المقترح وصاحبة فكرة إطلاق أسماء الشخصيات والقامات المتميزة على مقرات ومكونات هذه الجامعة. الأستاذة وهيبة الحاسي تتفضل بإلقاء الضوء على دور هذا المكتب وعلى فكرة العمل المجتمعي وعلاقة الجامعة الليبية دائما التي تحرص على تعزيزها مع محيطها ومع مجتمعها. السلام عليكم. الوظيفة الثالثة للجامعة هي خدمة المجتمع وعبر وكالتها وكالة خدمة المجتمع والبيئة اللي تبنى هذا المشروع مشروع استعادة القيم النبيلة، وهذا المشروع يعطي كاستمرار لهذا النهج الذي اتبعته الجامعة منذ تأسيسها بالوفاء للمجتمع استعادة القيم عبر مجموعة من المشاريع تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية. ينفذ هذه المشاريع ويشارك فيها وينخرط فيها طلاب الجامعة الدولية كأعمال تطوعية خدمة للمجتمع ووفاء للمجتمع وغرس هذه القيم في نفوس هذا الطلاب، حيث هذه الأعمال التطوعية أو ساعة التطوع تكون ضمن متطلبات التخرج لكل طالب داخل الجامعة الدولية، وذلك تعزيزا لهذه القيمة، قيمة الوفاء، قيمة التعاون والخير ومد الانتماء للمجتمع، حيث خريجين الجامعة نعمل على غرس هذه القيم النبيلة والقيمة داخل نفوسهم خدمة للمجتمع الذي ينتموا إليه. وشكرا. شكرا جزيلا أستاذة وهيبة. إضافة بسيطة يعني يجدر الإشارة بها، يوم الجمعة القادم 20/10 يوافق الذكرى 16 لافتتاح الجامعة بشكل رسمي، وأعتقد أن هذا الحدث هو أفضل إحياء لهذه الذكرى، وربما يعني هو استكمال لبرامج أخرى كثيرة قامت بها الجامعة، سواء كان في شكل برامج إعلامية ومطبوعات مثل كتاب يحوي شخصيات بارزة في العمل التطوعي. هناك أيضا حرص من الجامعة على يعني تدريب الطلاب على العمل التطوعي، فمطلوب من كل طالب في هذه الجامعة قبل التخرج أن يقوم بأداء 40 ساعة عمل تطوعي، وهذه لغرس هذه القيمة لديهم. في هذه الجامعة تدرس الأخلاقيات المهنة، وأيضا يدرس مادة التفكير الناقد لكي يعني نخرج للمجتمع خريج له السمات والصفات والمعرفة وأيضا الإدراك بهذه القيم وبهذه الشخصيات وبهذه الأعمال الجليلة التي سبقتهم، لكي تكون حافزا لهم في المستقبل إن شاء الله في أعمالهم. نحن نؤمن بأن مستقبل ليبيا واعد، وبأن التعويل على هؤلاء الشباب هو الأساس. هذا الواقع اللي يمر به وطننا برغم كل هذه الإخفاقات وهذه الإشكاليات اللي موجودة الآن، لكن احنا نعول كثيرا على هذا الجيل في إحداث النقلة المهمة لإحداث التطور. نحن نؤمن بأن ليبيا واعدة كدولة تحافظ على هويتها وتواكب الحداثة وينعم أهلها بعيش كريم. حياكم الله، شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.